السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقلت له واحد العام كنسب الرئيس الفرنسي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفيديو عن تكلموا على الثورة اللي كاينة حاليا فرنسا ديال الصمتة اي بون فواياج. المهم الخوت واحد الوقت كان شي صحيفة او شي موقع الكتروني ديال فرنسا كنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وناضوا المسلمين كيردوا على ماكرون، وما خرجش بشي اعتذار رسمي لانه ساء محمد صلى الله عليه وسلم اللي كتامن به الامه الاسلاميه كامله، وكيامن به اي واحد نصراني دخل الاسلام واي واحد مسيحي دخل الاسلام. وبقات الامور غدا هكاك، لكن كنتفاجئوا ان فرنسا اللي هي كدي من افريقيا واللي هي كتستنزف وكدي الثورات ديال افريقيا اليوم كتخرج بمظاهره كبيره بزاف، مظاهره اللي خطيره بزاف، كان فيها مليون وصلت لجوج وصلت ثلاثة، دابا تسعود المليون الحبال، تسعود المليون ديال الناس اللي خارجين للزنقة بسبب أن الدولة الفرنسية ما بغاش تنازل على داك الشيء اللي قال الرئيس ديالهم ماكرون على سن التقاعد، أن غادي يرفع سن التقاعد. ما بقاوش دابا كيطلبوا أنهم غير يرفعوا سن التقاعد، ولو دابا كيطلبوا حتى رفع الأجور. تصور معايا ان 9 ديال المليون خارجين لك للزنقة، 9 ديال المليون خارجين لك للزنقة اليوم، ولو كيطالبوا حتى بزيادة الاجور. الدولة ما بغاش تراجع القرار باش ما تبانش ضعيفة، المواطنين ما بغاوش يمشيو على المظاهرة باش ما يبانوش ضعاف. حاليا ثروة خطيرة في فرنسا، الناس اللي بغا يمشيو لاوروبا وبغا يمشيو لفرنسا شوفوا شنو كيوقع، دخل الاخبار، دخل لي لايف، دخل شوف شنو كيوقع الان. هجره جماعيه من فرنسا، هجره جماعيه من دوله فرنسا. الرئيس ديال فرنسا اللي هو مانويل ماكرون غادي بفرنسا الهاويه، غادي بفرنسا العذاب، غادي بفرنسا المهلكه. الخوت ان اللي كيسب النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أن في آية قرآنية كتمنع أن سب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كيسب المسلمين واللي ما كيحترمش المسلمين واللي ما كيحترمش الأمة الإسلامية عتخرج فيه، عادي تخرج فيه، عتخرج فيه. هذا الشيء اللي كنشوفه الآن في دولة فرنسا، هجرة جماعية. مدينة أو دولة ولات دولة كنشوفوا في العاصمة اللي هي باريس، شوارع مكتظة بالأزبال شرف الله قدركم، فيها بزاف ديال الزبل، فيها بزاف ديال المشاكل، فيها بزاف وبزاف وبزاف. الآن الشعب خارج كيطالب بزيادة الأجور، كيطالب بالحق ديالو، كيطالب بالوقف الحرب على أوكرانيا. حاليا ماكرون كيمشي للدول الإفريقية كيتمحن، كيجي لفرنسا كيتمحن، ما بغاش يتنازل، وتيقول لهم انا ما غاديش نترشح العام الانتخابات الجايه، وما عندي ما ندير بالانتخابات الجايه، ما نترشحش ليها. ماكرون ما كيديهاش في الشعب ديالو، وناض قال لهم انا ما كيهمنيش الشعب، انا كيهمني الاقتصاد ديال البلاد، انا كيهمني الاقتصاد ديال البلاد. وهو يشعل العافيه في القلوب ديال الفرنسيين، مني ما كيهمكش الشعب، غنخرجوا جماعة لهاد الدولة هذه وندمروها. حد الآن كاين ضرب وكاين الجرح، مني غادي يولي القتل، مني إن فوا يموت مواطن فرنسي أو يموت شرطي فرنسي غادي يوقع اصطدام بين المدنيين، وما يبقاش الامن، غادي يولي العسكر هو اللي كيخرج، هو اللي كيفاريها كما تنقولوا. هنا ملي غادي يوقع مشكل الاصطدام ما بين العسكر والمواطنين، غتكون ثروه جماعيه في فرنسا اللي كتريب فرنسا وكتريب التاريخ ديال فرنسا وكتدمر التاريخ ديال فرنسا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، تحيه طيبه.